لا بما قد عملتموه من الخير ولكن قضت بذاك الإرادة. من يصلي ولم يصلي عليكم فهو مبد لذي الجلال عنادة. معشر حبكم على الناس فرض أوجب الله والرسول اعتمادا. فاز من رأس ماله من رضاكم لم يخف قط ذات يوم كسادا. حبكم يغسل الذنوب عن العبد ولا غر أن يزيل فسادا. وبكم أيها الأئمة في يوم التنادي على الكريم الوفادة. يوم تأتون واللواء عليكم خافق ما جلها من سيادة. والمحبون خلفكم في أمان حين قول الجحيم هل من زيادة. فاز والله في القيامة شخص لكم بالوداد أدى اجتهادا. كل من لم يحبكم فهو